مشاهدينا حياكم الله في كل مكان واهلا وسهلا بكم، تحييكم تحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من داخل مدينه طبرق حنتابع مع بعضنا الوضع الوبائي وكيفيه التعامل بين الناس وبين الدوائر الحكوميه ومؤسسات الدوله، حنتابع مع بعضنا من خلال هالمتابعه. مشاهدينا الكرام، نحن من داخل احدى المحلات المواد الغذائيه داخل مدينه طبرق ونشوفوا الاجواء وكيف الناس يعني بتتعامل مع هالجائحه في ظل الظروف الراهنه اللي تمر بها البلاد كلها. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم يا اخونا. مرحبتين. شنو حالك؟ طيب. ديما طيب ان شاء الله. تمام الله يسلمك والله، اخبارك تمام؟ الحمد لله. قلت لك نسالك سؤال بس هيك معلش. تفضل. قلت لك انت عارف ان الوضع يعني الحالي اللي تمر به البلاد والعالم كله من جائحه كورونا. نعم. والاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي اعلنت عليها اللجنه السريه الطبيه والجهات المختصه. نعم. يعني لو سالتك سؤال، انت مثلا ليش مش لابس كمامه تو؟ والله يا راشد نقول لك والله العظيم تو ما نعرفين، الموضوع ما زال مبهمك. يعني انت من الجماعه اللي مش مصدقين ان في كورونا؟ لا مصدق لان في كورونا، لكن على الله سبحانه وتعالى. لا بس انت يعني انت اب اسره. نعم. يعني 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 يفترض هيك يعني انك انت يعني تحافظ على اسرتك ويعني وتكون يعني حريص اكثر، صح ولا لا؟ يعني اكيد يعني صح. يعني شو تقول غيرك؟ يعني يا ريت ان نحن يعني نلتزموا بالاجراءات الاحترازيه خوفا حتى على اسرتك، هلك امك باتك عيالك زوجتك، ولا شنو رايك في الموضوع؟ والله لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم يا رب نحن ندقوا فيها وخلاص بالنصيب يا رب، يشكر الله على الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. عليك. انت كصاحب محل ليش مش لابس كمامه مثلا؟ هيك سؤالك. ولا مثلا ليش مش داير مثلا على باب المحل اخي المواطن ارتداء الكمامه يا ريت قبل ما تخش المحل؟ شفنا محلات دايره الكلام هذا، دايره منشور انه يعني كتنويه البس الكمامه كاجراء وقائي. شو تقول انت يعني ليش مش لابس؟ ان شاء الله ان شاء الله الاجراءات ان شاء الله ان شاء الله. من داخل احدى المصارف يعني من داخل مدينه طبرق نشوفوا يعني في زحمه قدامنا كيف ما تشوفوا مشاهدينا الكرام، ونتكلموا على المسافه القانونيه والاجراءات الاحترازيه اللي اوصت بها اللجنه السريه الطبيه والوضع الراهن اللي تمر به البلاد. يعني نشوفوا يعني في زحمه قدامنا. حاج شنو حالك؟ مرحبتين، كيف الحال؟ شو اخبارك انت؟ الله يسلمك يا حاج. قلت لك يا حاج نشوفه في مسافه غير قانونيه حاليا على المصرف. يعني انت كمواطن هيك ليش مثلا مش من يعني مش منظمينها مثلا مسافه ولا شو الوضع يعني؟ والله الوضع زي ما تشوف فيه بروحك، انت تدير مسافه قانونيه يجي واحد يخش في النص، ما عندكش كيف تدير له. ايش تبي تقول له؟ واحد يدير مسافه قانونيه يجي واحد يخش في النص، ايش تبي تدير له؟ يعني 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 المشكله نقوله منا نحن فينا يعني هيك يعني خص الثقافه مثلا ولا كيف؟ المشكلة مش منا فينا احنا، المشكلة في المصارف وفي الرواتب وفي القصص هذني. خليني من المصرف، المصرف قاعد هم قاعدين جوا تو، انتم قاعدين برا، ليش مثلا مش دايرين مسافة قانونية تو؟ تبي تدير مسافة قانونية ما تحصل لها شيء، تقعد برا لين ترجع لين يسكر وتمشي، ما عندكش كيف تدير مسافة قانونية، لازم تخش الدعك عشان تبي تنهي مشكلتك لازم تخش الدعك. ليش مش لابسها الكمام؟ والله ما لقيناش، مش متوفرة الصورة. كيف مش متوفرة؟ قاعدة موجودة. لا لا مش متوفرة. متوفرة في صيدليات وبجنيهين يا حاج. لا لا ما رتشت، على واحد قال لي على جنيهين الا على جنيهين. خيطها خياطة يا سيدي في تو اللي ماشي ان شاء الله. نجيب قماش ونخيط. بعد تنزل مرتباته، بعد تنزل مرتباته ونجيب قماش ونخيطه. يعني انت بتقول لي ان المواطن يعاني من قصة السيولة والمرتبات ومش مساعدة الحكاية. تعب والله المواطن، جاي عيد وقصة وخصم. والمصارف ما حملناش بك الا هذه راه موضوع كبير راه مش سهل. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يعني اشقب المواطن، المواطن رايح في داهيه. ان شاء الله خير. الحاج لابس كمامه ما شاء الله. مرحبتين شحالك؟ الله يسلمك ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. لبسك كمامه هذه تلبس من بدايه الازمه والجائحه ولا يعني جديده؟ لا والله لي فتره، طبعا نشتغل تاكسي غصبا عني من المساء باش نحافظ على الناس حتى اللي يركب معاي واللي يعني بشغل هذا يعني. يعطيك الصحه يا حاج. سلمك الله يبارك فيك. تسلم. سلمك. مشاهدينا الكرام، ودخلنا للحجر الصحي او مركز الحياه داخل مدينه طبرق، وما زلت مكمل في هالمتابعه ومعي الدكتور احمد صالح فزاني. نحب نرحب بك من خلال متابعتنا ونشجع ايديكم، وكل التحيه لك دكتور. بارك الله فيكم، مرحبتين بك. دكتور، من خلال متابعتنا ونزلنا للشارع، شارع طبرقي،
ونشوفوا في آراء الناس ومدى تعاون الناس للإرشادات والإجراءات الاحترازية. كيف ما نقول إنه يعني المواطن لو إنه هو يبدأ بنفسه وإنه هو ينفذ هالتعليمات ممكن إنه يخف علينا هالحمل ونطلع من هالجائحة بإذن الله تعالى. شن تحكينا على هالموضوع وأولا والوضع المركز الحياة الحالات الموجودة حاليا وكيف ماشي العمل؟ أولا بارك الله فيك على الاستضافة. الشيء الثاني نحب ننبه على موضوع التباعد الاجتماعي. طبعا المركز الوطني نبه أن الحاضر توه ما فيش منه فائدة لأن توه كل إنسان واعية نفس ما درت الدول الكبرى زي الدول الأوروبية وأمريكا. كل إنسان واعية، إنسان لم يحافظ على مسافة متر متر ونص من أي إنسان يحتك به، يلبس كمامته، ما يدخلش ازدحامات مناسبات يبتعد عليهن، التجمعات قدر الإمكان يحول عليهن، وإذا اضطر أن يدخل تجمع يلبس كمامة، يغسل ديه بعد لمس كل سطح. إذا كان كل إنسان دار القصة دي بعون الله يقل عدد الحالات، برغم أن توا سير في تفشي، لكن الأشياء هذين يقلن عدد الإصابات اللي عندنا. هذا رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للحالات اللي في مركز الحياة، فضل الله عز وجل بجهود الشباب اللي قاعدين جوا من أطباء وتمريض وطبية مساعدة وإداريين وهندسين، يعني الوضع إن شاء الله ماشي تمام. طبعا كما نوهنا سابقا أن المرض ما عندهش علاج، العلاجات اللي يعطوا فيه تدعيم مناعة فقط، حاجات يمنع التهابات بكتيرية ثانوية، ولا قدر الله احتاج اكسجين احتاج تنفس صناعي حاطه تنفس صناعي. الا الشيء كله في يد الله عز وجل. وبالنسبه للموضوع ما يعتمد بالدرجه الاولى على مناعه الشخص، يعني اذا كان شخص مناعته كويسه بعون الله عز وجل طبيا يعني متعارف عليه انه هو الشخص لما يكون مناعته كويسه يقول لك حتى السهر يا دكتور يهلك المناعه. الكلام هذا مزبوط؟ نعم، من الاشياء اللي تعب الارهاق السرس الضغط النفسي السهر الاكل اللي مش مثلا صحي، في ناس مثلا تاكل مثلا في وجبات خفيفه الحاجات هذين ما يركزوش على مثلا اكل الخضروات الفواكه الحاجات هذين يخفن المناعه، يقبل الانسان عرضه يعني التركيز على تقويه المناعه. هذا جانب اخر يعني من ناحيه تقويه مناعه اكل الخضروات والفواكه، هذا جانب يعني ما فيش جدال عليه وما فيش نقاش. العدد الحالات الحاليه داخل المركز دكتور، نحن عارفين ان يعني كل يوم نتابع في الاجازه الصحفي اللجنه الاستشاريه الطبيه في اخبار تصر ان يعني شفنا حالات يعني طلعت الحمد لله وشفنا حالات ان هي سجلت. الحالات الى اليوم يعني اليوم لحد تاريخ 17/8 مجموع الحالات 102، حالات الشفاء بفضل الله عز وجل عندنا 38 حاله، عندنا 11 حاله وفاه كان 10 في واحد توفى الله، امراه مسنه توفى الله عز وجل هذا الصباح، بلغ عدد الوفيات 11. الحالات الناشطه 53 الى الان، ويعني 53 منهم حوالي قريب 45 حالتهم مستقره كويسه، 8 ممكن متوسطه، وفي 2 عندنا حالتهم حرجه، واحد دخل على التنفس الصناعي، ونسال الله ان يشفيهم ويعافيهم. دكتور انا نزلت على احدى المصارف كانت بالصدفه ونحن ماشيين، نزلنا بعدسه القناه ونزلنا شفنا الزحمه، واحد من الشباب قال لي انا والله ما شفنا شيء، نحن ما شفنا شيء، شو ترد عليه من هذا؟ والله نسال الله ان يهديهم. الموضوع هذا ما فيش تفسير، يعني جميع دول العالم في مثلا في دول في استهتار، حتى امريكا دوله كبيره كيف امريكا كان في استهتار وكان في مظاهرات، لكن الناس كلهم صدق انه في حاجه اسمها مرض اسمه كورونا وباء ومنتشر ومعدي، الا يعني اهلنا مش مثل في ناس منهم سبحان الله تستغرب، في ناس منهم لما رحم ربي منهم مش مصدقين، يعني وكانه يبي يجي عشان يصدق. ما تعرفش ايش تفسير الموضوع هذا، انا بصراحه ما عجزت ما لقيتش تفسير. يعني هو التفسير الوحيد انه يبي يصابه، والله يصابته ولا امه مثلا لا قدر الله ويفقد عزيز عليه عشان يصدق انه في مرض اسمه كورونا، ما تفهمش؟ اللجنه الاستشاريه السلام لله هذين انابيب الغاز دكتور. طبعا استهلاك الاكسجين كبير كما قلنا، احنا عندنا قريب حوالي 7-8 حالات عندنا حاله يحتاجون اكسجين، ومعروف ان الاكسجين يستهلك يوميا، يعني الشباب قايمين بواجب كبير والله. الجميله في الموضوع هذا انه تكاتف، يعني مش مثلا غير اطباء ولا ممرضين، والله اي شخص في الحقل الطبي عندنا يشتغل، حتى الاداريين سائقين الاسعاف، سائقين الاسعاف دورهم كبير في الموضوع هذا، سائقين السيارات اللي يجيبهم في الاكسجين، هم كلهم يعني تعاون وتكاتف مع بعضهم، ونسال الله يسرنا وتنتهي الازمه هذه على خير وسلامه. ربي يعطيكم الصحه. اللجنه الاستشاريه الطبيه دكتور طالبت بعده مطالبات من حيث الدعم، يعني نشوفه نحن في بعض التعليقات او ان يعني في بعض المنشورات ان الطاقم الطبي يعني تخدم بقلب ورب
كذلك يعني نشدوا على ايدين الرجال النشزه اللي قايمين بعملهم من حراسه سواء هنا ولا في المركز الطبي هذه للامانه. الامكانيات المحدوده يا ريت تذكر لي كيف شنو الامكانيات المحدوده؟ هل في تعاون من وزاره الصحه معك في الامكانيات المحدوده هذه او انكم انتم خطبتوهم؟ كيف ما نعرفوا ان هالمبنى هذا انه هو تبرع به مواطن، كيف شنو مثلا امكانيات محدوده؟ تقصد نحن على المدى البعيد المستشفى هذا يسع 60 سرير عادي و18 سرير عنايه، يعني المجموع 78. نحن في تزايد، يعني نحن في اقل من شهر سجلنا قريب 102 حاله. اذا كانت تزايد عدد الحالات المستشفى هذا ما عادش يسد، هذا رقم واحد. رقم اثنين حالات الاشتباه عندنا في قسم العازل غادي في المركز، الحاله لما تجي اشتباه من متوسط الى خطيره ينسحب منها عينه وتنحفظ في قسم العازل، لما تطلع النتيجه موجبه تحول لنا نتيجه سالبه، واذا كان الوضع السريري ما زال ماشي مع الاشتباه تقعد عندنا. قبل ثلاث ايام اليوم اللي سجلنا فيه 14 حاله كان قسم العازل معبي ممتلئ 20 سرير معبي، كان قصدي قسم العزل 20 سرير كان ممتلئات هن ال 20 اللي هم 14 منهم كانوا موجبين وتحولوا للحجر للمركز الحياه. الامكانيات الثانيه ايش؟ الملابس الواقيه البي بي اي الماسكات الحاجات هذين كلهم بدأين ينقصن تدريجي نحن، هذا شيء طبيعي نحن نشتغل من 23/7، هذا الشغل مكثف ولا الشغل اصلا بدي من شهر 3 نحن، لكن الشغل مكثف من 23/7. حاله الاشتباه الشباب اللي يشوفوا انا البي بي اي هذا لازم كل مع تعامل مع مريض لازم يلبس البدله، لازم ينزل يشوف مثلا لما يشوف بيشوف مريض ممرض لما يعلق جهاز ما بدوش بيناتهم البدالي مثلا يلبسها واحد ويغير فيها ديسبوزبل هي واحده وتنسلح يعني خلاص ما عادش تلتبس فهمتني. والبدله راه متعبه جدا يعني متعبه جدا في لبستها وفي سلحتها، طريقه السلح هذه طريقه معقده جدا عشان انك ما تعديش روحك وخاطئ انه يعني نحن في جو صيف حاميه جدا الشباب مسمينها الساونا تمام. الحاجه الثانيه نحن في طبرق ينقصنا جهاز بي سي ار، نحن كنا ندزه البنغازي بعد ما وقفت بنغازي تو ندزه المساعد قصدي تو نحن ما عندنا جهاز بي سي ار مدينه يعني الجهاز اللي ذكرته دكتور يعني وزاره الصحه هل هي وعداتكم بان هي حتوفر الجهاز هذا؟ ان شاء الله هم وعدوا ان شاء الله انهم يوفروا تو حاليا يعني مساعد الى حد ما كويس لان الوعد هذا كم له؟ لا انت والله ما تحرجنيش عاد بالاسئله هذه هذه يعني خلينا كل شيء بشفافيه لا بشفافيه مش مشكله انا بالنسبه لي عشان ما نكبش ما نوجهش الى اتهامات ولا شيء يعني وعود متكرره ان شاء الله انه يتوفى. احنا نشوف الناس على السوشيال ميديا يعني تنتقد في بعض الامور ونحن نوصله في صوت الناس دكتور، يعني في اللي يقول لك وفروا جهاز السرت سرت مدينه ليبيه ونسال الله سلامه لكل المدن الليبيه، ولكن يقول لك حتى طبرك حتى هي محتاجه مثلا الناس اللي تطالب شو ترد عليها؟ طبعا حاليا تو ان بلديه مساعد الثلاث بلديات هذين بلديه البطنين اللي هي مساعد والاشهب وطبرق. مساعد يعتبر من ضمن بلديه طبرق يعني لكن قصدي نحن اعتبرنا تو في طبرق في المدينه بروحها في بلديه طبرق في تفشي ما هي من يكره حد من يكره حد من يكره الا جاهل. الوضع هذا مش مستاهل انك تسعى في الموضوع هذا؟ على اساس ان عندنا وعود ان شاء الله يتوفر الجهاز، ان شاء الله خير. ان شاء الله. تمام، باهي الامكان تصديقا لكلامك والامكانيات المحدوده اللي ذكرتها، حاليا المركز العازل اللي في الطبي يعني انت قلت كل ما يزيد الحالات كل ما نحن يعني نكون في عجز في حال لا سمح الله زادنا الاعداد وصار عليكم ضغط. كيف دايرين فيه الموضوع هذا دكتور؟ اول حاجه الموضوع لازم الناس تفهم حاجه، بالرغم من نقص الامكانيات وبالرغم من اصلا المنظومه الصحيه الطبيه من سنوات في ليبيا منهاره اصلا تمام؟ سعى بعض الناس من وزير الصحه الحالي ان يطورها ويخليها مستعده لاي ازمات بارك الله فيه، لكن عامه ما دام الدول الاوروبيه وامريكا يعني هذين دول كبار ومنظومات صحيه عريقه وكبيره عجزنا في الموضوع هذا، يبقى هذا مش معيبه لنا هذا رقم واحد. رقم اثنين الوباء هذا سريع الانتشار وهذا اللي يخلي فيه حمل على المستشفيات سواء الحالات الموجبه ولا حتى حالات الاشتباه. على فكره حالات الاشتباه اكثر بالعشرات والمئات من الحالات الموجبه، يعني هذا يسبب لنا نحن في عجز فهمتني. حاليا قسم العزل قائم ب 20 سرير في اثنين منهم عنايه، لكن احنا سعينا ان نوفر قسم واحد اخر، مثلا عندنا قسم من اقسام المركز وفرناه بحيث انه بعض احتياطي ستاند باي واتي في حاله ان لا قدر الله زاد عدد الحالات تمام. لكن احنا رانا نسحبه يومي، يعني نحن الحالات اشتباه يومي اللي موجب واللي مثلا سالب ويكون خلاص ما عادش عنده اشتباه سريري يطلع، اللي يكون عنده اشتباه سريري ما زال نحافظ عليه. نسال الله انه يحفظكم ويحفظ اهلنا داخل مدينه طبرق، ولكل من يكذب ويقول ان فيروس كورونا غير متواجد وما فيش ومش مقتنع بالمرض عافانا الله واياكم، يا ريت انه يعني يكون عندنا شويه ثقافه وشويه وعي ونساعد ارواحنا باش نطلع من هالازمه. يعني الاطقم الطبيه ورجال النجده كذلك يعني وبلديه طبرق نسال الله السلامه للحاج فراس الخطابيه اللي ياما عيط وياما دار حتى هو، اصحاب النفوس الضعيفه الصالات الافراح كيف ما نوهوا الاخوه، يا جماعه خط الدفاع الاول هو انتم، يعني لما نتباعد اجتماعيا
نكون انا يعني هيك اقل ما فيها شاركت في اني انا ساعدت هالاطقم الطبيه وطلعنا من هالجائحه. يعني ليش انا نجيب في المشكله لعندي؟ يعني هالحجر الصحي اللي ورانا يعني فيروس كورونا متواجد مع ناس جوا، نسال الله الشفاء العاجل للهم وربي يحفظهم ويحفظ الاطقم الطبيه. رساله تحب توجهها دكتور قبل ما نختم معاك، لان عندنا كم سؤال لك المدير مديريه الامن لو حصلناه ان شاء الله، يعني رساله تختم بها. الشكر الاساسي اصلا المفروض يكون لجميع الاطقم الطبيه والطبيه المساعده والاداريين والهندسيين وخاصه سائقي الاسعاف. سائقي الاسعاف دورهم كبير في الموضوع هذا ومهضوم حقه، ما فيش حد يحكي عليه، تمام؟ عشان هيك نطلب من الناس ان تو ما تشكر حد، تنتهي الازمه بعد يبان كل شخص ايش يشتغل، والعمل لله عز وجل قبل كل شيء، مستحيل يكون نحن نعمله عشان حتى الشباب اللي يعملوا معنا كلهم روى الله يتحفظوا انهم يطلعوا، ورانا نحن نضايقوا من موضوع مثلا المنشورات ولا حاجات ان مثلا يقولوا نشكر فلان نشكر فلان نشكر فلان، هذا عملنا تجاه اهلنا وهذا واجبنا اصلا. لكن ايش كما قلنا الشكر يكون عام، ما يكونش باسماء محدده، الافضل يعني. رب يعطيكم الصحة، وفعلا كل الشكر رجال سائقي سيارات الإسعاف داخل مدينة طبرق، ونتمنى تكون رسالتك وصلت دكتور للأخوة المواطنين داخل مدينة طبرق ولكل من هو يعني للأسف نقوله مستهتر بهالمحنة اللي تمر بها مدينة طبرق وليبيا عامة، نحن بالأخص داخل مدينة طبرق. يا ريت نتباعدوا اجتماعيا كيف ما اوصتنا اللجنه الاستشاريه الطبيه ونمشوا بالاجراءات الاحترازيه، كيف ما ذكر الدكتور يعني مساله التعايش حتى مع الجائحه والوضع الراهن يحتاج منك شويه تركيز، كيف ما ذكر تخش للمحل وفي زحمه البس كمامتك، لمست حاجه عقم يدك ما تحطش يدك في وجهك، نتباعد اجتماعيا، يعني هالاجراءات هذين لو ان نحن بدينا بهن وكل واحد ركز فين وحافظ على اسرته وحافظ على روحه صدقوني حتمر المحنة هذه بكل سلاسة بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل جهودنا وتكاتفنا كلنا. كل الشكر دكتور. مشاهدينا ما زلت نكمل في المتابعة، نحاول أننا نشوف مدير مديرية الأمن ونكمل معاه على بعض الأسئلة المهمة من خلال متابعتنا وبعض القصص التنظيمية كيف المصارف، لأن مدير مصرف اللي نزلت عليه وتكلمت معاه قال لي شبيبة الهلال الأحمر، شبيبة الهلال الأحمر قاموا بعمل جبار داخل مدينة طبرق من توعية وشغل، كذلك مؤسسات المجتمع المدني اللي نحب نحييهم، كذلك الإذاعات المسموعة راديو دار السلام راديو طبرق كلها تكاتفت. بصدق بأمانة الدور على المواطن، المواطن لو أني جيت وما لقيتش الهلال الأحمر قاعد باهي ننظم نفسي بنفسي يا أخي، ننظم نفسي بنفسي، موجودة العلامة أنا نصبي، ما نرجيش نين الهلال الأحمر يجي ويقول لي لا صبي هنا، يعني أنت ابدأها بنفسك، يعني هذه مش سبلة. مشان هيك ما زلت مكمل في المتابعة، كونوا معي. فندي عبد المولى، يعني بصفتك الخاصة أنك أنت رئيس اللجنة المكلفة لجائحة كورونا ومدير مديرية أمن طبرق، الإجراءات اللي قمت بها أو الخطة اللي وضعتوها لمواجهة هذه الجائحة قبل ما نخش في بعض الأسئلة اللي يسأل فيهن المشاهد الكريم. الخطة طبعا كانت وفق التعليمات التي تصدر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، كانت في البداية طبعا توجهنا بالتنسيق مع الحرس البلدي إلى قفل صلاة المناسبات والأفراح، وأيضا تم التنسيق في إلزام أصحاب التشركيات الخاصة بلوازم الأفراح والمناسبات بعدم البيع لأي مواطن تكون عنده مناسبة، وكذلك وجهنا نداءات ووجهنا بعض المناشير من خلال استيقافات أمنية حاولنا فيها توعية المواطن وحثه على أن يكون على قدر كبير من المسؤولية فيما يخص التجمعات وفيما يخص ارتداء الكمامات وكافة الإجراءات الاحترازية التي تقي من شر هذا المرض. حقيقة لم تسجل حالات بالعدد، يعني يمكن حالة أو حالتين، وتم إلزامهم والتوقيع على تعهدات واستجابوا بعدما أدركوا خطورة هذا الأمر، وكذلك قمنا بالتنسيق مع شبيبة الهلال الأحمر وبعض مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص تنظيم حركة التردد على المصارف، ونوجه الإخوة المواطنين بأن العبء الكبير والأكثر يقع على المواطن نفسه في تنظيم نفسه من خلال
التباعد أثناء وجوده في طوابير المصارف وارتداء الكمامات وأخذ الإجراءات الاحترازية. يعني المواطن يقع عليه العبء الكبير في مثل هذه الحالات، ويجب عليه أو يفرض عليه أن يكون متعاون إلى حد كبير، لأن هذا المرض فتاك وخطير، وإذا ما أهمل أو تم الاستهزاء به يؤدي لنتائج نرى أنها لا يحمد عقباها. حاليا يا فندي عبد المولى الصلاة داخل مدينة دبرق نقول أن هي مسكرة مقفلة إن شاء الله بإذن الله مقفلة. وهناك دوريات مشتركة مع الحرس البلدي ومع الغرفة الأمنية المشتركة تعمل ليلا ونهارا وتحذر المواطنين بأقصى العقوبات حالة مخالفة هذه التعليمات. نشدوا على يديكم. قصة تأجير الناس اللي تأجرت شركيات وتعيني اللي أجروا في الخيام، يعني خلف الكواليس أفندي صفي ذكر لي قال لي إن في بعض الناس اللي هم مثلا نقدر نقولوها بالعامية إن بالدكنوني يطلع بال يخلي يحط سيارته في ال يحط سيارته في الجراج ويطلع في الليل و ويعني خلف الكواليس يديروا فيها يعني عمليه دكنونيه يا فندي. والله هي الحاله هذه تكاد تكون لا تذكر، ربما تكون حاله او حالتين نتيجه الرغبه في الكسب المادي او نتيجه انه يضحي مقابل مادي انه يضحي او يكون سبب في انتشار هذا المرض، الا ان هذه الحاله او الحالتين تم السيطره عليها وبالتنسيق مع الحرس البلدي والمجلس البلدي وكذلك الدوريات الأمنية المنتشرة في ربوع المنطقة، وكانت هناك استجابة وتم إدراك هذا الأمر. يعني رجال قسم النجدة أوكلت لهم مهمة حراسة المركز الطبي باعتباره المكان الوحيد الذي يستقبل في هذه الحالات سواء المشتبه فيها أو التي يتضح من خلال التحاليل أنها تكون حالات موجبة. وفي ختام اللقاء نشكر رجال قسم النجدة الذين يواصلون الليل بالنهار، ومنذ تكليفهم لم تسجل بحقهم أي ملاحظات بالرغم ما يعانونه من مشاكل المواطن ومن محاولة المواطن الدخول إلى هذا المستشفى أو زيارات أو حاجة من هالقبيل. فأنا نوجه نداء للإخوة المواطنين بالتعاون مع هؤلاء الرجال سواء في مركز الطبي أو الرجال الذين يحرسون مراكز العزل والحجر، لأن الأمر لا يمكن التهاون به أو الاستهزاء، لأنه قد يؤدي كما أسلفنا الذكر إلى مشاكل قد لا يمكن تداركها. نشكرك على حضورك يا فندي، وسامحنا تعبناك وعارفين ان وضعك الصحي انك انت جاي من سفر ومريض، يعني بلغنا بهالموضوع ونشكرك على حضورك وتوضيحك لبعض الاسئله اللي في ذهن المواطن داخل مدينه طبرق. بارك الله فيك، ونشكر قناه الحدث التي دائما في الموعد والتي دائما تواكب مثل هذه الاحداث، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المهمه، ونعول على الإعلام بالدرجة الأولى لأنه هو الذي ينقل الحقيقة وهو الذي يصل إلى قلب المواطن. الشكر لله يا فندي، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام بهيك نكون أنا وصلت لختام هالمتابعة، نزلنا للشارع شفنا رأي المواطن ولو إن بجزئية بسيطة، نزلتنا على المصرف كانت صدفة، يعني ما نبوش نذكر مصرف عن مصرف، كل المصارف داخل مدينة دبرق الظاهرة الزحمة موجودة. كيف ما ذكر لفندي وذكرت اللجنة الاستشارية الطبية وبلدي طبرق كذلك علي أن دور المواطن له عبء كبير في احتواء هالأزمة وأن نحن نمر من هالمحنة بكل سلام. اللهم احفظ بلادنا ويحفظ هلنا في مدينة طبرق، كل الشكر للأطقم الطبية. والله الله ما زلنا نذكره ونقوله أن العبء الأول والأخير هو ثقافة المواطن ومدى تعاونه. بك يكون وصلت بكم ختام هالمتابعة، تقبلوا تحياتي أنا عبد الباسط فيتوري، دمتم في رعاية الله وحفظه.